il bini Israel tashra zot la donai ashur ashira. في منطقة في شمال فلسطين تسمى بالناصرة كان يعيش أحد أنبياء الله وهو النبي عمران عليه السلام، وقد كان حبر أحبار بني إسرائيل وصاحب صلاتهم في زمانه، وكانت زوجته امرأة صالحة تدعى حنة، وكانت لم ترزق بطفل حتى آيست، ثم شاء الله أن يمن عليها وزوجها بمولود، ولما كان المولود أنثى سمتها مريم. عند المسيحيين هي مريم العذراء، وتختلف الطوائف المسيحية في تحديد طبيعتها بين مؤمن بأنها أم الإله كما يؤمن الأرثوذكس، وبين منكر لذلك ومؤمن بأنها القديسة التي أنجبت الإله كما يؤمن البروتستانت. أما في الإسلام فهي أمة صديقة طاهرة صالحة وتقية، وهي فيه محدثة ذات كرامات عديدة، وهي البتول التي أحصنت فرجها، فوهبها الله كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ولقد زكاها القرآن وخلد ذكرها، فسمى سورة كاملة من سور القرآن الكريم باسمها. ونجد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكثير من الآيات والأحاديث التي تتناول فضل السيدة مريم وبعض تفاصيل حياتها كمولدها وجانبا من نشأتها، وهو ما لا نجده مطلقا في المسيحية ولا في الكتاب المقدس. فما هي قصة السيدة مريم وفق المعتقد الإسلامي؟ كيف تربت وكيف شبت ونشأت؟ تبدأ قصة السيدة مريم عليها السلام في القرآن عند ذكر أمها حنة، ففي ذلك اليوم الذي تمنت فيه أن ترزق بطفل كان النبي عمران قد دعا الله أن يمن عليهما بمولود، فاستجاب الله دعاء عبده وبشره بأنه سيأتي من امرأته مولود يشفي الأعمى والأكمه ويحيي الموتى. أخبر النبي عمران السيدة حنة عن تلك البشارة، ولما حملت السيدة حنة ظنت أن الطفل الذي في بطنها ذكر وأنه ذلك الولد الموعود الذي بشرها النبي به، فنذرت ما في بطنها محررا، وكان النذر المحرر عندهم هو أن يجعل الولد لله فيقوم بخدمة المسجد ولا يبرح منه حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ خير، فإن أحب أن يقيم فيه أقام، وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت المفاجأة عند ولادة السيدة حنة، إذ أنها أنجبت أنثى لا ذكر كما كانت تظن، ولكنها لم تشك لحظة ببشارة النبي عمران لها بأنه سيأتي منها الطفل الموعود، فأيقنت أنها سترزق ذلك الولد من نسل هذه البنت المولودة، فحولت نذرها من الابن إلى البنت وسمتها مريم، وتعني في لغتهم العابدة، وأعاذتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذا وقد ولدت السيدة مريم يتيمة الأب، فعن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال أنها أيتمت في أبيها.
يتناول القرآن الكريم جانباً من نشأة السيدة مريم عليها السلام ويركز تحديداً على كفالتها. ولما ولدت السيدة مريم يتيمة الأب كما ذكرنا سابقاً، ولما كانت من ذرية عمران نبيهم وخير أحبارهم وصاحب صلاتهم، مالت قلوبهم نحوها وتنافسوا على كفالتها، فاتفقوا على إجراء قرعة فيما بينهم. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقد شاء الله أن تكون القرعة لنبيه زكريا عليه السلام، فأصبح زكريا كفيل مريم، ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وكفلها زكريا. كفل النبي زكريا عليه السلام مريم، وكان يعلمها تعاليم دين الإسلام وينشئها على الأخلاق الفاضلة. وبسبب نذر أمها التحقت السيدة مريم منذ صغرها بالمعبد ودخلته وبقيت فيه إلى حين شبابها. وقد اختار النبي زكريا للسيدة مريم مكانا قصيا في المسجد، فبنى لها حجرة منفصلة عن بقية الكهنة والخدام، وكان لا يدخل إليها أحد سواه. كانت السيدة مريم تقوم في المعبد بما يجب عليها من الخدمة في وقتها، وكانت تتعبد الله فيه. وقد روى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن ابن عباس أنه قال: لما بلغت مريم 9 سنين صامت النهار وقامت الليل وتبتلت حتى غلبت الأحبار. وإلى جانب بيان مولدها وجانب من نشأتها، يعدد الإسلام فضائل السيدة مريم ومناقبها وكراماتها. وكان كلما دخل عليها النبي زكريا وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسألها من أين لها ذلك، فتقول أنه من عند الله. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكانت السيدة مريم محدثة، فقد حدثتها الملائكة. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقد شدد القرآن الكريم كثيراً على صيانة السيدة مريم لطهارتها وعفتها، فقد ورد فيه حولها عدة مرات: بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. لقد اختار الله تعالى تلك المرأة العظيمة لتحدث من خلالها معجزة إلهية نادرة، ولتكون أماً لنبي من أنبياء الله العظام وأحد أهم مغيري تاريخ البشر والمؤثرين فيه.